اهلين عماد، الغداء عم يستناك. لا شكرا، جايب معي سندويش فلافل، اليوم بدي اتغدى فلافل. حدا بيترك اكل البيت وبياكل فلافل؟ بدي اكل من كد يميني وعرق جبيني. مش هذا من تعب مين؟ شو بعرفني؟ انا بعرف، انا راتبي لساته بجيبتي، ما صرفت منه ولا فرنك. عماد هذا كله من مونت البيت، يعني ما بده مصاري. ميساء، حاج لف ودوران بقى، اعترفي. شو بدي اعترف؟ بالحقيقة مهما كانت مرة. أنا ما عم بفهم أنت عن شو عم تحكي. لا تجذبي إياه، لا تجذبي إياه. أنا بعرف إنه كل يوم لما نروح على الشغل حضرتك عم تطلعي برات البيت، مزبوط لما لا؟ شو عرفك؟ شفتك. معناها عم تراقبني. ما عم راقبك، بالصدفة. يا ستي عم راقبك، مرتي وبدي أعرف وين عم تروح. لو كانت شغلة بتسوى كنتي خبرتيني، ما كنتي خبيتي عني. آخر شغلة كنت فكر فيها أنك تشك فيني يا عماد. كل يوم عم تختفي خمس ساعات لما اروح على شغلي، بدي اعرف وين عم تروحي. كنت تسالني. هي عم بسالك. وانا رح جاوبك، عم اشتغل بشركه كمبيوتر. شو شغلتك هني؟ على الكمبيوتر. وين مقر الشركه؟ بالمزي خلف قصر العدل الجديد. شو اسمها؟ وورد لاين اكسبريس. طيب ليش ما خبرتيني؟ خفت ترفض، بعرفك معقد من الوظائف. في نسوان غيرك هني؟ كلها نسوان. طيب خبرني يا بنت. صباح الخير. صباح الخير. اهلين محمود. صباح النور. بقدر اعرف انا بشو قصرت معك استاذ مروان؟ لا تقول استاذ. خير شو في؟ يوم اجى واحد لعندي عن مشروع وقال لهني، قال بامن المدير، صحيح الحكي ولا مو صحيح؟ ما بعرف. ليش حضرتك مو المدير؟ كنت مشروع مدير، فرخ مدير، بس قصصوا لي جناحاتي قبل ما ينبت لي ريش، وانت من جناحاتي. يعني شو بفهم من كلامك انه طلعنا برا؟ شو استاذ عدنان؟ مانك عارفان يعني؟ والمصاري اللي حطيناها؟ لا تزيد على قلبي، ما حطيت ولا فرنك من جيبتك. يعني مو قصة حطينا او مو حطينا، بس كنا متأملين نستفيد. كلياتنا كنا متأملين، بس المسكين هو اكثر واحد تأذى بيناتنا. مروان بيقدر يقرر، لسه ما طلع برا، بايده 10%. 10%؟ ما بتعرف لايمتى بده يضل بايد ال 10%. ها؟ يمكن طارق. الو. اي نعم. انا مروان الجنبين. ايه حاضر حاضر سيدي، بتأمر امر، بتأمر امر. مع السلامة. شو قلنا؟ مين؟ الشركاء قرروا يشتروا 10% حفاظا على توازن الشركة. طلب سعر منيحة، قوي قلبها، مو كل شيء تقول ايه. شو رأيك كلفك بهالمهمة؟ وإلك الربع. لا دخيلك، أنا بشوف واحد منهم على بعد 200 متر بتصير ركبي بتقصف وبترجف لحالها. روح أنت. بشو حاسس أبو رؤوف؟ ما بعرف، حاسس حالي تعبان. ولك رح سلم نمري؟ إيه بعيد الشر أبو رؤوف، بعيد الشر عنك. اتصلي بالولاد خليهم يجوا. يعني ضروري نتصل ونشغل بالهم، إذا كانت عرضية بلاها. يعني ما بتتصلي إلا لحتى تشوفيني عم بلفظ أنفاسي الأخيرة؟ بعيد الشر عنك أبو رؤوف، بس يعني قصدي إنه ما بدي أشغل بالهم. يا لطيف، شو بدي أشحد الشفقة منك إشحادة؟ وليش شو ناقصك حتى تشحد الشفقة؟ أنت اللي بتشفق على العالم، مو العالم اللي بتشفق عليك. هلأ حاجة حكي فاضي بلا طعمة، اتصلي بميساء خليها تجي هي وعماد. أنا ما بحكي مع ميساء. اتصلي بعماد خليه يجي هو وميساء. حاضر على عيني، خذ كاسة المي. قولكن رح نسلمها. الو. اهلين امي. سلامته. شو هالحكي؟ طيب طيب اعطيني احكي معه. شلون؟ ما بده؟ طيب طيب خلص انا حاجي، رح اترك الشغل واجي. ضروري اجيب معي ميساء؟ طيب رح اجيبها واجي. خاطرك. خير ان شاء الله، الولد مو صاير له شيء. جايته ازمه وبدي انا اكون جنبه انا وميساء. سلامته ان شاء الله. يلا خاطرك. ابقى اتصل فينا وطمنا. Thank you.
مرحبا ابو شباب. يا ميت اهلين سهلين. شركة وورد لاين وين صايرة؟ شركة ايش؟ وورد لاين. ما في شركة بهالاسم، شو فيها هيك؟ مختصة بكمبيوتر. ما في شركة. غريبة، مرتي بتشتغل فيها، أنا متأكد إنه هون. معناتها بدك تدور يعني. شكرا. أهلين يا أبي، أهلين. الله يرضى عليك. تفضل يا أبي، تفضل. لك ليش ما جبت ميساء معك؟ ما قلت لك جيبها. يا أبي ميساء مو بالبيت، بس ترجع بتصل فيها. اتصل لعند أهلها ولا ما بتسترجي تحكي معها؟ ميساء مو عند أمها، بالوظيفة. وظيفة إيش؟ ميساء موظفة؟ إيه، صار لها كم يوم. شركة كمبيوتر. والله أعلم. أوعك تقول لي عم فكر، لأنه ما صفي شي تفكر فيه. مزبوط، ما صفي شي فكر فيه. صعيل مغفلتان الزنبرك تبعه، بس لساته شغال. بشو عم بتفكر؟ مفكر اشتري بارودة. ولي مروان، ببوس ايدك، الشغلة مانا مستاهلة. المصاري بتجي وبتروح، عمرينها تقبر حالة وبالة، بس انت اذا انحطيت بالسجن نحن منتبهدل بدالك. وانت كمان فلتان الزنبرك تبع مخك، وراح فكرك لبعيد كتير. بارودة صيد، بارودة صيد وكلب. بدك تجيب لنا كلب لهون على البيت؟ لا، على ارض الديار. بشو زعجك؟ لا ما نزعجني بشي، هالبشر انا ما عم لحق له لحتى لحق على الكلب. لك كيف بدي روح على الصيد بلا كلب؟ ضروري يكون معك كلب. لك ايه ضروري، بصير نشاز بيناتهم، كلهم معهم كلاب. انت حر، بدك تجيب كلب جيب، بس هون ما بيعيش. خلص مثل ما بدك، بنأجل الكلب لبعدين. المهم هلا البارودة، خليني عم فكر بالبارودة. ثاني مرة تركينا رقم التليفون تبع الشغل، مشان إذا صار وضع مثل هالوضع اتصل. ما في تليفون، بس قريبا رح اشتري موبايل. أنت؟ إي أنا، مشان تتصل فيني حبيبي. شو هالشركة الكمبيوتر هاي؟ شركة كمبيوتر ما فيها تليفون؟ لو مقلع حجار كنا حكينا وقلنا. شركة كمبيوتر؟ شو بعرفني شو أنا صاحبة الشركة؟ كأنها شغلة غريبة، ما هيك؟ غريبة. بلا، بس بجوز المديرة بجوز عندها تليفون، أكيد عندها تليفون المديرة. على شعره، على شعره كنت رح أجي لعندك على الشغل. سألت مو محفزة. كتبي لي رقم التليفون، كتبي لي إياه. لا لا، كتبي لي العنوان، مشان إذا صار ما صار يعني. ما بدها، خلف القصر العدلي الجديد. خلف القصر العدلي الجديد؟ في حارة كاملة. وين بالضبط خلف القصر العدلي الجديد؟ وين؟ مباشرة. مو مباشرة، بدي نقطة علام. لا لا لا، ما خلص ما في داعي، لأنه يمكن بكرة رح ينقلوا الشركة لمحل تاني. إن شاء الله يكون بالمحل التاني رح ينتقلوا عليه. هو في تليفون؟ قولي إن شاء الله. إن شاء الله. فايتة بدل الأوعية وجهز لك العشاء يا عيوني. ماشي. يحرق أخت الموظف اللي بتشتري موبايل. إذا دفع حقه ما بيدفع حق فاتورته. العمى رجال قديش مغفل. قالت لي بشركة كمبيوتر، صدقت. طلع لا في شركة كمبيوتر ولا في بطيخ مبسمير. لازم تمشى بالجرم المشهود. لو صرت مدير وبعدين صرت صياد كنا فهمناها، لأنه الصيد رياضة المترفين. بس هلأ بعد ما جنطت نويت تصير صياد. صيد الغزلان والدبب هي رياضة المترفين. أنا ما بدي هيك شيء. نحن درويش كتير، بدي عبدي مليون شغلي. أنا بدي بارود الدك، شوية خردو، شوية بارود، وينك يا الزرعي؟ ليش بدك تشتري بارودة؟ بارودة دك؟ يعني هو يا دك يا جفت قديم صاحبه حابب يخلص منه. لا اشتري جفت، جفت أحسن. إيه جفت جفت، ليش لا؟ شو بيحبب العالم بالصيد ما بعرف. أنا قلي شو بتكره؟ بقول لك ما بكره شيء قد القواص. يا أخي الواحد بس يقوص. بفش قهره،
بيرتاح نفسيا. انا ليش مفكرني بحب الاقواص؟ اخ والله العصافير لتحسب حسابي بكره. شباب ايه، لو بدي غير الموضوع شوي، بس كيف الواحد بده يعرف انه هي الشركه موجوده ولا لا؟ انا شركه حي الله شركه، يعني حي الله شركه، عندي اسم شركه وبدي اعرف عنوانها ومقرها و هيك. يا اما بتتصل بالاستعلامات او بتسال شركه ثانيه من نفس الاختصاص. خير عماد ما في مشكله، قل لي شو اسم الشركه فورا بجيب لك عنوانها هلا. لا لا ابو هيثم لا لانه نسيانه، خلص بعدين بتذكره وانا بتصل، ما في مشكله. ما بدنا فضايح، بسيطة يا ميساء، بسيطة. أهلين يا روحي يا قلبي يا عمري يا حياتي، أهلين يا غالي. إيه كمان كمان ضلليني لقلك. ما تشبك ابن عمي، قعد تقبرني قعد. شو انتقلت شركتكم وراء القصر العادي الجديد؟ إيه انتقلت. لوين؟ على وين حديقة تشرين؟ إيه جنب ملعب العباسيين. نعم، شو جاب جنب تشرين لملعب العباسيين؟ إيه بيناتهم، نص الشام بيناتهم. وين الشركة بالضبط؟ ما بعرف وين بالضبط، لأني ما بعرف المنطقة منيح لسه. إيه خلص، معناتها بكرة أنا بوصلك على الشغل، منه بوصلك منه بتعرف على الشغل، لأنه أنت ما خرج الواحد يعتمد عليكي. لا عماد ما في داعي، لأنه الزيارات ممنوعة عنا بالشركة، ما نعم باتا. بوصلك على الباب بس. لا عماد لا تلبك حالك، أنا ماني بنت صغيرة. إيه مو لأنك بنت صغيرة، بس يعني بدي أتعرف على الشغل، مشان إذا صار ما صار، ما بتعرفي. شو؟ شو؟ عماد هون هون الشركة الطابق الثالث. يلا فايت معي. لا عماد لا تحمل بيد عم رفقاتي حبيبي. خليني وصلك على الباب. عماد شو أنا بنت صغيرة، خلص عماد. الله يخليكي بس. خلصنا. إيه. طيب لا تأخري. لا. شو عملت معها حتى تعمل معي هيك؟ ما بدها تعيش معي؟ ما بتحبني؟ بتحكي؟ منطلق؟ شو هالشغلة؟ بس تلعب من ورا ظهري؟ ما حدا قالها، ما حدا قالها. صباح الخير. ايه صباح الخير ابو هيثم، شو قصتكم انت وعماد اليوم؟ شو بنا انا وعماد؟ تأخرت، أنا فكرت في عطلة رسمية وأنا مخربت وجاي على الشغل. لا 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 عطلة رسمية ولا شيء، بس أنا رحت قدمت مشان رخصة البارودة. طمني وافقوا لها؟ شو وافقوا لي ما وافقوا لي؟ قبل ما يعرفوا البيضة مين باضة والجاجة منين إجت كيف بدهم يوافقوا لي هيك؟ ما بتعرفوا؟ أنا كنت مفكر دغري بيقولوا لك يا إيه يا لا. عمرك شفت معاملي عنا بيقولوا لك إيه عليها أو لا دغري؟ مستحيل قبل أربع خمس ست شهور لا تفكر فيها، وبيجوز سنة إذا إيه وإذا لا بيطنشوك نهائي. شو بدك بهالصرع مبارك؟ أنا فش خلقي بالقواص بتسلى، وينك يا الزرعي؟ ماني مصدق إيه بتوصلني. صباح الخير. ألين صباح الخير. شو كمان مرتك شافتك نايم اليوم شبقت عليك؟ ها؟ لا نايمة فايقة نام امبارح كانت سهرانة قام نامت تأخرت من نومة بتفرج على التلفزيون بال ها شو بقى معها؟
روح غسلوا شقة اصحى شوي شباب. الو اهلين محمود. انا ماني معلم. لو ما تقول لي معلم انا رجعت انسان عادي متواضع جدا. ما في معلم، ما في معلمين حبيبي. خلص ليكو لحظة. عماد فيك محمود تعال. الو اهلين محمود. هلا منيح بالله. طيب هلا باخذ اذن وبيجي. مع السلامة. خير شو في؟ سمير رفيقي سمير تبع بريطانيا حكيت لكم عنه. ايه شو هو؟ اجا من السفر بدنا نروح نزوره. الحمد لله على السلامة. في مجال ناخذ اذن معيدكم؟ نحن ايمت ناخذ اذن؟ الله معك. لا يعني انه ما بدي. خلص خلص رو رو الله معك رو روحي. ما خاطركم دير بالك عماد. هلا غسل وشك اصحى حالك مو معك كأنه. اهلين ابو سمرة اهلين. هلا انت ما بتعرف تقول اهلين بلا ما تضرب. شو بنا صاير تانت انت؟ ها الحمار بتعرفه الحمار؟ انا بعرفه. ايه ما تضربه هالكفين لتورم خدوده. هات لنشوف. احكي لنا تقرير مفصل عن حياتك ببريطانيا. شو بدي احكي لك؟ لحكي لك كل دقيقه فيها حدث وكل حدث في فعل. يعني ما في فراغ بنوك. عم تدرس ولا مقضيها نسوان مطاعم مثل ما عم نسمع؟ مطاعم نسوان. عم نفلح بالمخبر من الصبح لاخر الليل. يعني ما في مسح بنوك. بتعرف انه الغلطه هنيك بدي احلم الله. هي مين رن الجرس؟ عميد خف عليه شوي. بونجور مسيو. اتات شو كنت بكسبك مالك الصحه والعافيه. عندنا اعشاب لكل شيء. عندنا اعشاب للمعده للقلب للكلوي للبنكرياس. عندنا اعشاب لترك التدخين. عندنا اعشاب للسعله. عندنا اعشاب ضد الاشهيه. عندنا اعشاب ضد السلع ومقويه للشعر. الله يفتح عليك الهي. مسيو انت بس تفرج لا تشتري. ما بيلزمني اقامتي مؤقته هون بعدين مسافر. ايه بتاخذهم معك؟ لو بدي اخذهم. طيب شوف المدام. اكيد المدام بدها هيك شيء. لك ما عندي مدام. الوالد الوالده مالن هو؟ مسخوت لك قطعه لا تخيبنا. لا اله الا الله. لك مين بده يخيبك انت؟ رفقاتي جوا رح اسالك اياهم بركي بيشتروا مني. يا ريت مسيو يا ريت. عن اذنك تفضل. شباب بنتين برا عم يبيعوا اعشاب سحريه ضد القشره ضد الصلع مشان مرض الكلاوي للقلب. بدكم شيء؟ انا ما بدي بس شوف محمود بجوز يلزمه مشان الصلع. حلوين؟ لك شو حلوين؟ هنن تنتين، واحدة نص نص والثانية لابسة أسود. لك براواني خزيت العين على أبو سمرة. حلق لهم، صرفهم. هدول جايين يعملوا قصة طلع، بعد فترة غمض عين، فتح عين ما بتلاقيهم غير قرفطوا لك البيت كله. الله لا يوفقك. روح عنا يا تعال أقول لك فوتهم، فوتهم روح. لك بدي أفهم، أنت معك تمشي حتى تشتري أعشاب؟ أنا مشان الأعشاب بدي إياهم. لك أنا مشان شو؟ نطبق لنا وحدة، الله يتم عليك، أنت متجوز وهو مو بعينه. رفيق اصلا يمكن يشتري منك اعشاب للصلاه. فوتي برجلك يمين برجلك يمين. على دولة كل شيء. على دولة الاشياء اللي عندنا دولة بس. الشرح موضوع مشروح لحاله. طيب ممكن تفهم موقفي قبل ما تتخذ اي قرار؟ ممكن فهمك؟ شو بدك تفهميني؟ الحمار اللي هو حمار كان فهم بعنوان واضح تماما. طب انت اسمعني بالاول بعدين احكي. شو بدي اسمع؟ بس يكون في شوف. ما في داعي للسمع. ممكن تعطيني فرصة أخيرة دافع فيها عن حالي؟ أنا ما عم بتهمك. أنت حرة، القرار إلك. أنا شو دخلني؟ لا تحكي معي هيك كأنك واحد غريب. لكن شو بتعتبريني حضرتك؟
انت جوزي. معناتها لازم نطبق المثل القائل، الزوج اخر من يعلم. لا تضغط علي نفسيا، انا بدون شي شعر بالذنب. لك ذنب شو؟ انت فيك تقرري لحالك، حضرتك بالغه راشده. الله يخليك عنا، الله يخليك تخلى عن كبريائك شوي. لك كبرياء شو؟ كبرياء شو؟ صار لك شهر معيشتيني بجحيم. لا عم تهنى بالنومه ولا عم تهنى باللقمه. افكار سودا عم تتلاطم جوات راسي. فيكي تفهميني ليش؟ فيكي؟ معقولة كنت عم تشك بإخلاصي عماد؟ لك شو بدك يعني أعمل؟ وحدة عم تطلع من بيتها مو معروف لوين وعم تطلع مصاري، بس جوزها كشفها، قالت له عم بشتغل بشركة طلع ما إلا وجود منوب. شلون بدك يعني فكر؟ آه؟ أنا كنت قلت لك، بس أنت ما رح توافق. طبعا ما رح وافق. تعرفي محمود شو قال لسمير لما حكى إنه في بنتين عم يبيعوا برا؟ شو قال؟ قال له فوتهم، بركي منطبق لنا شي وحدة منهم. ما بصير تحاسبني لأنه محمود بلا أخلاق. المهم هلا هالشغلة بتتركيها على الخالص، وما بدي اسمع انك عم تشتغلي مرة تانية. ماشي؟ ماشي. ما اسمعك. ماشي يا أمي. يا حبيبي شو أنا بدي صير فيها بالأدغال؟ لا 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 يا عيني، إذا كان مداها المجدي 25 متر بزيادة هي كتير منيح، يعني شغلة 1000 ليرة انشقت حالها 1500. طيب ماشي، على راسي، مع السلامة. صرفهم على أولادك ال 1500 بدل ما تصرفهم على البارودة. هلا كل ما بدي أصرف رنك صرفوا على أولادك، صرفوا على أولادك. إيش أولادي حفايا عرايا ولا دايرين بالشوارع عم يشحدوا؟ العمى على قولة جندل، إفيا شو هاد؟ إفيا شو هاد؟ عم بتنكت حضرتك؟ يعني ضروري يدوروا بالشوارع ويشحدوا لحتى تحسب حسابه؟ حياة انت ليش مصرة تسميلي بلاني؟ هل 1500 ليرة لا رح يغنونا اذا خليناهم، ولا رح يفقرونا اذا جبنا فيهم بارودة؟ لو وقفت الشغلة على البارودة كنا قلنا ماشي الحال، بس بكرة بيبلش مصروف الكبسون والبارود والخردق وغيره وغيراته. خلص بوعدك، لا في لا خردق ولا كبسون ولا غيره ولا غيراته. منيح هيك؟ بشو بدك تطوس؟ خرطوش جاهز. قال يعني صدقتك، ما بعرف فصولك انا. ايه علينا، عملي لي هلا اجتماع طارق الاولاد بدي احكي معهم كلمتين. هيثم جندل عايدة اجتماع طارق. يلا شو بكم؟ نعم يا بابا. يا سلام على الأدب، يا سلام على التربية، يا سلام على الأخلاق. شو هاد يا حياة شو هاد؟ أولادي الأعزاء، زوجتي الغالية، أنا ثقتي فيكم كبيرة كتير، بس مضطر أحكي معكم هالكلمتين على سبيل الاحتياط ليس أكثر. شوفي بابا، ليكون بدك تعمل لك شي شغله ما بتسوى وما بدك يانا نشهد ضدك. خلاص ولا؟ حاضر. انا بدي اجيب باروده وما بدي حدا من الجيران يعرف، وخاصه ابو مازن، هذا فساد كبير وانتو بتعرفوه. مو بس هو، ما بدي حدا يعرف من الجيران كله انه عندنا باروده، ورفقاتكم كمان. مفهوم يا اولادي؟ معناته اكيد بدك تعمل لك شي شغله ما بتسوى وما بدك يعني نشهد ضدك. كمان انت خلاص ولا؟ لك هون العين تطرقني طرق ان شاء الله، يبعث لي حمى بسبع اشكال. اجت الحزينه تفرح، لك ما لقيت من كل الشام غير هي البنايه. لك شو طلعي على البنايه انا؟ ولي على حظي، ولي على حظي. عندنا اعشاب للتدخين، اعشاب للسعلي، اعشاب للتنحيف، اعشاب للكبد، للبنكرياس، عندنا اعشاب لكل شيء. ولي على حظي، ولي على. لك انا كثير بقلي يكون عندي موبايل. دي أعشاب للحيواني أصلا. ألو ألو
الو لك الو ليش ما حدا عم يحكي؟ عن شو بدنا نحكي؟ ليش انت بينحكى معك؟ شو مين اللي اتصل عماد؟ ما بعرف، ما حدا عم بيرد. ليش انت عم تستني تليفون من حدا؟ انا لا لا. طالما لا ليش عم تسألي؟ هيك سمعت رنة التليفون حبيت اسأل من باب الفضول. معقولة يكون حدا عم يتصل فيها وبس يسمع صوتي ما بيرد؟ لا مو معقولة. لا شو اللي مو معقولة؟ عن شو عم تحكي انت؟ مبين انه انت شكيت فيني، مو لازم تحكيها بالمشرمحي لحتى تبين. بلا تأليف قصص ميساء، انا ما حكيت شيء، انا ما شكيت. عماد شو رأيك؟ يعني هيك نفكر بالموضوع بشكل جدي قبل ما نتخذ قرار نهائي. موضوع شو؟ موضوع الشغل. إذا عم يأمننا دخل معقول، ليش حتى ما نشتغل؟ ليش لهلا ما اتخذتي قرار نهائي؟ اتخذت بس مو مقتنعة فيه. وليش اتخذتي القرار طالما مانك مقتنعة فيه؟ لأني أصلاً مو صاحبة قرار، أنت قررت وأنا لازم وافق، مو هيك بتقول الأعراف والتقاليد؟ مو الأعراف والتقاليد، المنطق. المنطق هو اللي بيقول هيك. مو المهم مين بيقول، المهم إنه المرأة ما لها كلمة ولا إلها قرار. أنا ما عم بفرض رأيي لأنه رجال، عم بفرض رأيي لأنه رأيي هو الصحيح. على فكرة عماد، ما حدا بيقول عن رأيه غلط. هي الشغلة فيها انتقاص لكرامتي وكرامتك، مشان هيك عم بمنعك منها، عرفتي ليش؟ ليش فيها انتقاص؟ ليش؟ تجارة مثلها مثل غيرها. لا ستي مو مثل غيرها، لأنه البضاعة اللي ماشية محلها على رفوف الدكاكين. وما بيدوروا على بنات حلوين مشان يبيعوها ويدقوا البواها. شو قصدك؟ قصدي انه جمال البنات اللي عم يبيعوها جزء من البضاعه، وفهمك كفايه. هيثم ولا؟ ولا هيثم؟ تعال هون ولا؟ تعال هون ولا؟ انت اللي حاكي بالحاره انه ابوك بده يشتري باروده؟ مو انا اللي حكيت امي، مو كل وسخه تلزقيها برقبتي. ولك اخواتك ما طلعوا من البيت، ما في حدا غيرك اللي طلع. مو بس انا اللي طلعت، انت كمان طلعتي. انا؟ ايه انت، اثنيناتنا طلعنا لبرا، ليش ما تكوني انت اللي حكيتي؟ وشلون دغري قررتي انه انا اللي حكيت؟ لانه انا ما حكيت. وانا كمان ما حكيت، وبحق لي قرر انه انت اللي حكيتي. روح نلعب، افتح الباب خلصني يلا. ماشي الحال. هون بيت مروان الجنبين؟ ايه نعم. وين ابوك؟ ابي مو هون بالشغل، خير عامله شو عامله؟ وين حاط البارودي؟ بتعرف شيء؟ ما عندنا بارودي. فتشوا البيت. خير يا اخي، شو في؟ انت مرته لمروان الجنبين؟ لا، امبلا ايه. بتعرفي وين مخبي البارودي جوزك؟ والله يا سيدي جوزي ما عنده بارودي. إذا كانت البارودة بالبيت راح نطلعها حتى لو كانت تحت البلاط. بقى طلعوها وريحوا بالكم من الكركبة. هو الحقيقة يعني ما عنا بارودة، جوزي مقدم على رخصة، لحتى تطلع الرخصة ناوي يعني يشتري البارودة، بس هلأ ما في. فتشوا البيت. ألو. يا لي حياة. شو بحكي؟ اي خلوني يفتشوا. اي فتشوا يفتشوا. لك من وين بتجي البارودة؟ لك لا في بارودة ولا شيء. اي هلا جاي انا. ولا يهمك حياة. الله معي. خير ابو هيثم، شو في؟ سبحان الله يا رجل، لسه ما فكرنا نشتري بارودة، كان عندهم خبر للشباب. اسرع من الكمبيوتر عم يشتغلوا ستلاي. كيف هيك ما حدا بيعرف؟ انا اللي محيرني ومجنني ومخليني فوت ببعضي انه واحد ما عنده فكره ولا عنده علم عن الباروده كيف يخبر عنها؟ ما بيقدر يتحمل، بيقول لك اذا بدي استنى لحتى اشوف شوف عيني بجوز ما خبر ابنه. يلا عن اذنكم هلا البيت بيكون قايم قاعد، وكركبوا لنا يا شباب يعني. يلا سلام عليكم. خطر. مع السلامه. خطر. Thank you.
شو؟ مرتك هربانة من البيت؟ لا لا ما عم تصل على البيت. فكرت على البيت. لا لا تفكر، بيجعك راسك. الو، اهلين صهري، اهلين، شلونكم؟ اشتقنا لك، الك ولا ميساء؟ الله يطمن بالك. اذا بتقدروا تعوا سهروا عنا اليوم. الله معك. مو عند اهلها، لو كانت عند اهلها ما كانت قالت اشتقنا لكم، كانت سألتني إذا بدي أحكي معها ولا لا. بيني شلونهم بيت عمّا؟ ناح لا تشغل بالها، بتكون رايحة لعند حدا من الجيران تشرب لها شي فنجان قهوة. مين؟ مرتك. ما عم تتصل فيها لحتى تعرف إذا كانت هنيك ولا لا؟ أنا؟ لا، عم بتصل لحتى أطمن عليهم. لا تقلي، صايرة معنا أكثر من 100 مرة. بعدين ليش عم تخبي؟ من عيونك كل شي مبين. سيدي، بتضلها أمور خاصة جدا وغير قابلة للنقاش. أنا ما عم ناقشك، عم أطمنك إنه شغلة طبيعية. كتر الله خيرك. طمنتني. صدقني قلبي سقط من بين ضلوعي، ما كان في داعي تحكي قدام الاولاد، بيضلوا هدول الاولاد. معقوله حدا الاولاد يكون مبلغ؟ مو معقوله. اكيد مو مبلغين، بس حاكين بالحاره. لكن منين بتعرف العالم؟ انو عالم؟ نزار تبع الدكان. نزار تبع الدكان، انا حكيت له الصبح عزمني على كاسه شاي وانا عم بشرب شاي حكيت له. وابو مازن الفساد مرته منين بتعرف؟ ابو مازن الفساد طلع معي بالسيرفيس وانا على الطريق عم بحكي له. كنا منيح اللي طلعت ادمي وقريت، كانت التهمه انحطت برقبتي لو ما حكيت. شو هي ادمي ما ادمي ولا؟ ما بتعرف اذا ابوك ادمي ولا لا؟ لعبة ادمي، بس الواحد بيحسب حساب. نلع من خلتي ولا؟ نلع! حاضر. شوفي مين حياة. حاضر. الو. ايوه. طيب لحظه اذا سمحت. مروان، مين؟ الو، مين؟ حاضر. مع السلامة. شبك ليش زرقيت؟ بدهم ياني بكره الساعة 10. مين هدول اللي بدهم ياك؟ مين هدول اللي بيخلوا الواحد يزرق إذا طلبوا أو حبوا يحكوا معه؟ تعي لشو؟ وين كنت اليوم؟ أقول مرحبا. قبل المرحبا بالأهلين، وين كنتي؟ مش عم تحكي معي بهالطريقة، كأنه أنا عاملة جريمة. ميساء، عم بسألك وين كنتي؟ لا تضيقي الأمور. اتصلت لهون على بيت أهلك، لا كنتي هون ولا ببيت أهلك، وين كنتي؟ كنت أقول لك بدون ما تسألني، ما في داعي تعمل زيت وزنبليطة لحتى أقول لك. قولي. مشان ما تعصب، أنا تركت الشغل نهائياً. بس بالأول كنت لازم نفق البضاعة اللي أخذتها. بضاعة؟ أنا بضاعة؟ أنا لما بلشت شغل أخذت كمية بضاعة منيحة وكنت لازم نفق هاي البضاعة حتى حاسبهم فيها. رجعي لهم ياها. ما بقدر لأنه أخذتها بيع شراء. ميساء، أنت عم تلفي وتدوري. ليش حتى لف ودور؟ لأني خايفة تحكي الصراحة، مشان هيك عم تكذبي.
عماد إذا بتريد، أنا مو تلميذة عندك حتى تحاكيني بهي اللهجة. بدي أحكي معك بكل اللهجات طالما عم تصرفي بهالطريقة. عماد أنا ما بسمح لك بنوب تحكي معي بهي الطريقة، أنا حرة وبدي أشتغل الشيء اللي بيعجبني، طالما هذا الشيء ما بسيء لك أو لعلاقتنا، فهمت؟ لا يا ستي ما فهمت، ومانك حرة، والشيء اللي بقول لك عليه بدك تساوي. يا أما يا أما شو كفي؟ فهمك كفاية. أنا كل شيء بقبل فيه إلا التهديد عماد. شو رح تعملي يعني؟ ضب أغراضي. أنا ما قلت لك. ما في داعي تقول، قلت لي فهمك كفاية. قولي رح تضب غراض عن جد؟ حقك، بس مو منورة ظهر جوزك؟ وعدته قدرك بس حتى صفي حساباتي شوي، يتحمل. حساباتي ايش لك بنتي؟ اشتريت شغلة حقها 20,000، بسدد حقها وبترك بعدين. شو هالشغلة اللي اشتريتيها ب20,000 ليرة؟ موبايل، ما ضل غير نحن معنا موبايل. افهمي هالشي لك بنتي؟ ما بيفهم، بصير بده يعني بيع. انا بفهمه. لا بابا يستر على عرضك، ما تتدخل بيني وبين جوزي الله يخليك. ايه مثل ما بدك. يعني نحن لو قلنا دخل مثل الناس كان له حق يحكي، بس نحن كل الشهر مفلسين ما معنا ولا فرنك. بعدين الشغل اللي عم تشتغله والله ما بتعيب. لا بتعيب، طلع ما فيها دق ابواب. بتعرفي العالم ليش عم تركب بوابات حديد بمداخل بنايات؟ مشان الحراميه. لا مو مشان الحرامية، مشان المندوبين التجاريين. فعلا صاروا أزعج شي هالأيام بياعين الغاز والمندوبين التجاريين. أي أنا مؤقتا عم دق الأبواب، بس بكرة بس يصير عنا زباين بصير شغلنا كله على التليفون، بس بدهم بيتصلوا. المهم جيتي بزيارة، أهلا وسهلا فيكي، شفناكي وطمننا عليكي. يلا رجعي لبيتك. شو؟ هذا مو بيتك هلا. بيتك هنيك عن جوزك. شوفوا لألكون هي سرعات أهل زمان ما بتمشي علي. ايوه انا اذا ما اجى وباس الايادي وعدني انه يعاملني بشكل جيد ما برجع ما برجع ما برجع. ايه بدك ترجعي غصب عنك مو طيبك. انا ما عندي بنات تطلع من بيت جوزها زعلانه. لا عندك انا، واذا جوزي بده يطلع برات الطريق ايه ما بقعد عنده ولا لحظه، نجوم السماء اقرب له. ما بستقبلك ببيتي. هيك بسيطه هيك بتخلوا عن بنتكم الوحيده تهجر بيت. خاطركم. لك شو خاطركم؟ لك بنتي واقفه لانك تعيدي هون. جميل الله يرضى عليك، روح شوف عماد واحكي معه. هلا منكون بمصيبه منصير بمصيبتين. اوف اوف على هالجيل هاد، العصريات بيقولوا لعنده نجيبه يسهر. بس وينك يا وينك اذا بتحطي شروط للرجعه؟ ساعتها ما بتعرفي شو بده يصير. ما رح تحط ميساء، مو هيك مو هيك امي؟ يعرف مين لغى الضرب من المدارس. ليش ما عم تاكل مروان؟ مالي نفس. يبعت لي حمى، خايف مو هيك؟ مو خوف، توتر. يعني لو عرفت مشان شو الدعوه كنت ارتحت. لا تخاف تقبرني، لو كان في شيء جديد كانوا اجوا اخذوك لا سمح الله، ما كانوا بعتوا وراك. بعرف اني ماني قاتل قتيل، بس يعني لو كنت عرفت شو الموضوع من باب الفضول يعني مو خوف. بابا بلا زعل، بس مو مبين عليك الفضول، مبين عليك الخوف. خلاص ولا انا ما بخاف ولا ما بخاف. وانا كنت عمول لحالي هيك كمان، بس من وقت ما اجاك هداك التليفون وانت مرعوب. ولا قلت لك خلاص لا تطالع لي خلي اكثر ما هو طالع ببتلي فيك. ها بابا انا عم اقول هيك مشان تنتبه قدام العالم، مبين عليك ولا حيوان. يا بتسد حلقك يا فعلا بخليهم يجوا ياخذوني هلا. ها هلا هلا سديت حلقي خلاص. بابا بدك الصراحة كلام هيثم مزبوط، يعني انت خايف مو قلقان. ولا جندال ولا جندال ابتلي فيك انت تاني. اه انا ما قلعت حتى روح اطلب منها ترجع، راحت لحالها بترجع لحالها. يا صهري يا عماد انا معك، بس انت بتعرف انت بتعرف النسوان قلة عقلهم. النسوان مو قليلين عقل، بيوزعوا عقل على بلد. انا ماني معك بهالشي منوب. نوب عمي ونفترض انه عناده وكبر راسه ما خلوها ترد علينا وترجع، شو بنعمل؟ خليها عندكم لحتى تلين راسه. ميساء لازم تتعلم درس، اذا هلا رحت جبتها بتصير تعمل نفس الشيء على طول، لازم تتربى. من هالناحيه انا موافق معك 100%. عمي اوعى تفكر اني مبسوط، انا اكثر واحد مزعوج من العمليه، بس خلص ما دام صارت الشغله وصارت خليها تتعلم.
ايه وشو بتقترح هلا؟ عندي اقتراح. شو هو؟ تتجاهل الموضوع بشكل تام ولا تسألوه عن المشكلة ولا تقلوا لا ترجع. وإذا سألتك عني إلا ما شفته، وسألتك شي موضوع كمان بخصني إلا أنا ما دخلني. هيك مجننة. خليها تتعلم. وهو كذلك. كل اللي حكيتيه مو سبب حتى تترك البيت. لك بنتي بين رجال ومرة بصير أكتر من هيك. خلص فهمت، بس يجي بروح أنا وياه. وبركي ما أجا. ما بروح، لأنه إذا ما أجا معناها مو فارقة معه. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. أهلا وسهلا. طمنا جميل، شو صار معه؟ بخصوص إيش؟ يو قال بخصوص إيش؟ بخصوص عماد. ما رحت. شلون ما رحت؟ مو أنت على أساس بدك تروح؟ نسيت. لك حدا بنسى هيك شيء؟ لك أنت بتعرفيني أحياناً بنسى اسمي. ذكريني بكرة، بكرة بروح. لك وين كنت هلا؟ بالقهوة. صاير شي مشكلة معك؟ يعني إذا صاير معك شي احكي لي، بركي بقدر ساعدك. ليكني ما فيني شي. لا لا ما في شي، بس يعني أنت ومروان متعودين بس تشوفوني ساكت أو تشوفوا أي حدا ساكت بتسألوه شبك شبك شبك، بيكون ما في شي وبصير في شي. بعدين أنت ليش بتحب تتحش حالك بكل شي؟ لو في شي كنت قلت لك، ما بستنى لحتى تسألني. يعني بصراحة أنا حاسس إنه كأني مختلف أنت ومرتك شوي. سألني أنا. عندي تجربة. لا 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 غلطان، أنا وميساء أمورنا سمني على عسل، ما في شيء أبدا. ما بعرف مثل شلون أنا حاسس. لا ما في شيء، ميساء مثل الخاتم بإصبعتي، شبيك لبيك عبدك بين إيديك، ما في شيء. صباح الخير. عقدت لك يا هلا ميساء. ما حكيت معه ولا كلمة، بس النار عم تشعل من تحتك. عمي امشي نشرب قهوة، امشي. بدي اشرب. عود عود بحياتها ما راح تعيدها، راح تذوب تروح لبيت اهلها غير زياره. عمي ابو ممدوح جايب بنات كثير صراف، امشي لشربك اياها. يعني يعني عدنان ما عنده علم؟ خلص هلا صار عنده علم. شرف احكي، خذ راحتك. معلش يا عماد، نحن اخوه ولو انا مو غريب. عفوا عدنان، هو الموضوع مو هيك، بس احيانا في امور بتصير جوات العائله، جوات البيت الواحد، ما حدا بيدرى فيها، حتى الاهل. اهلي اللي هن اهلي ما بيعرفوا شو القصه. على كل حكينا ما خربت الدنيا. يا تأخر مروان، ما تأخر، ما إجا لهلا. اتصل فيه شوف شو القصة. امشي عمي نشرب قهوة، امشي. مو جاي على بالي. لا حول ولا قوة. ما في داعي يا أخي، ما في داعي. إيه؟ عمي؟ نعم. فهمها بقى، فهمها. إيه فهمت عليك، امشي امشي، فهمت عليك. شوف مين يا هيثم؟ يلا أمي يلا. ألو. أهلا يا عمو عدنان. أبي استدعوا عمو. لوين يعني؟ أكيد مو هالمرديان. فهمك كفاية عمو. مين يعني؟ أكيد مو وزنك ذهب عمو. فهمك كفاية. لا شو بيعرفني ليش؟ أكيد مو لأنه اخترع الطيارة. إيه عمو خلاص خلاص، أول ما بيرجع بخليه يحكي معك على عيني. هذا إذا رجع. أهلي يا عمو، مع السلامة. مين اللي اتصل؟ عمو عدنان، على علمك مخه مصفح شي. شو بيعرفني؟ ليش عم تسأل؟ صار لي ساعة عم حاول فهمه وينه أبي ما كان يفهم، مع إني شربته إياها بالمعلقة. ولك أنت اللي مخك مصفح، ولك شو بدك بالقصة هاي؟ هلأ يعني راحت على الشغل لما ما راحت؟ راحت، أنا سمحت لها مشان ترجع المبلغ اللي عليها.
زير ليش مروان ما اجى على الشغل اليوم؟ ليش؟ استدعوه. لوين استدعوه؟ شو بعرفني لوين استدعوه؟ اكيد مو على المرديان وفاهمكم كفايه. مين استدعى؟ شو بعرفني مين استدعى؟ اكيد مو على كنز الاحلام وفاهمكم كفايه يا اخي. اجي شلون ما بتعرف؟ ما بعرف. شو شلون ما بعرف؟ اكيد مو لانه اخترع طياره. فهمكم كفايه يا اخي شو قصتكم؟ كل شيء لازم شربكم اياه بالمعلقه؟ انا اللي هو انا وفهمت. شو بكم يا اساتذه؟ اهلين حبيبه قلبي. شوفك ماما؟ اهلين يا ماما. رجع بابا؟ لا تقبريني من وين؟ من عند عماد. ما بعرف، هو ما قال لي وين رايح. يعني مو هون؟ لا طلع. معناها اكيد رح لعند عماد. وين بدي اروح يعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. وين هالغيبة؟ بالقهوة. شو قصتك بابا؟ كتير مولع بالقهوة. روح على غير محلات. ليش في محلات يروح عليها الواحد غير القهوة؟ دلينا. عم تكب الاشي على القرار؟ بابا حبيبي اسأل حالك، ما عندك واجبات هون ولا هون لازم تعملها؟ لا ما في، كل الواجبات دي خالص منها متقاعد. يعني ما رحت شفت عماد؟ شو شايفه منامي؟ شو بدي روح اعمل عنده؟ ايه مشان ما يساء. ما فشر بنص عينه. انا روح ترجع مشان نرجع بنتي. يا اما بيجي لهون مثل التوتو بترجاني، يا اما عمره ما يجي وبستين الف جهنم اللي تحرقه. مبروك الجو، مبروك العتم، مبروك الضوء، مبروك.